حيث سنكون وإياكم مع الدكتور هشام الحسيني، والذي سيحدثنا عن إدراج مهارة التوظيف وريادة الأعمال في التعليم. الدكتور هشام الحسيني أستاذ مساعد ورئيس قسم البحوث بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي منذ عام 96، وعضو المكتب الفني للتعليم قبل الجامعي بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وكذلك عمل خبيرا في مشروع تنمية القدرات في مدارس التعليم الفني، وله خبرة كبيرة في مجال الاعتماد والتدريب والتقويم والمتابعة والتدريس. يتفضل الدكتور هشام الحسيني، واتمنى لكم وقتا طيبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحب في بداية كلمتي أتوجه بالشكر لهيئة تقويم التعليم العام بمملكة لدعوتها الكريمة، وأن سمحت لي فرصة أن أشارك في هذا المؤتمر الكبير المهتم بمسألة التربية والتعليم بوجه عام والتقويم بشكل خاص. أتمنى أن أنا أكون في هذه المحاضرة نلقي الضوء بشكل مبسط ومختصر على مهارات التوظيف وريادة الأعمال، وكيف يكون لها دور إدراجها في التعليم وخاصة التعليم قبل الجامعي، حتى نعد الطالب في هذه المرحلة للتعلم مدى الحياة، وأن تكون لديه المهارات التي تساعده على التوظيف بنهاية التعليم العام والالتحاق بالتعليم الجامعي، وعنده الأسس الكبيرة التي تساعده على التعليم الجامعي. حيث ان المشكلة الأساسية اللي بتواجهنا في الفترات اللي فاتت والسنوات الطويلة اللي فاتت، ان احنا كنا بنبدأ دائما نهتم بمهارات التوظيف بداية من التعليم الجامعي، وبالتالي لم يكن للطالب لديه الأسس اللازمة او الأرضية القوية التي تساعده في اكتساب هذه المهارات في التعليم الجامعي او الالتحاق بسوق العمل بشكل جيد. السؤال دايما البسيط او اول سؤال بيطرح نفسه في هذه القضية، ايه علاقة التعليم بالاقتصاد او الاقتصاد بالتعليم؟ دي بتظهر في اتجاهين. الاتجاه الاول ان التعليم بيزود الاقتصاد بالمعارف والقوة العاملة المؤهلة. تاني حاجة بالاتجاه الاخر، ان الاقتصاد زي ما التعليم بيسهم في الاقتصاد، الاقتصاد بيقدم لمنظومة التعليم الموارد المالية والمادية لأداء وظيفتها بشكل جيد. ومن ثم بنلاقي ان المؤسسات التعليمية بتاعتنا في هذا مع التطور العلمي الكبير ومع قدوم الألفية الثالثة، ان احنا عايزين نعد طالب يواجه التحولات والتغيرات العالمية والتكتلات الاقتصادية الكبيرة. واصبحت قضية مهمة جدا لدينا ان احنا نوائم ما بين التوافق بين مخرجات الليرنينج اوتكمز للمؤسسات التعليمية ومتطلبات سوق العمل. ومن ثم تظهر العلاقة واضحة بين التعليم كاستثمار وبين درجة النمو الاقتصادي في الآتي. أول حاجة إن التعليم طبعاً بيساعد على إعداد القوى العاملة المؤهلة والخبيرة باعتبارها مفتاح التنمية. إن التعليم بيساعد تطوير أساليب البحث العلمي وتقنياته وتوظيف نتائجه. زيادة قدرة المتعلم على التكيف والانحراف الاجتماعي وتنمية المناطق الأقل حظاً ونمياً وتحقيق التكافؤ الفرص. إتاحة فرصة للمتعلمين للتعرف على طاقتهم الكامنة. ومن ثم يبقى أصبح دور التربية والتعليم ليس مجرد التلقين للطلاب، ولكن أصبح تنمية مهارات الطالب حتى يقدر يقابل متطلبات سوق العمل ومتطلبات التطور الرهيب في مقابله من الحياة اليومية. ده بيظهر في ايه؟ ان احنا التربية لازم تحقق التنمية المستدامة في انه يتمكن من توظيفها
في تقنيات التقنيه والاتصالات، تكنولوجيا ايه؟ التكنولوجيا والاتصالات. تاني حاجه انه يبقى قادر على تحمل المسؤوليه، ان يكون فردا فاعلا في المجتمع ولديه قدره على تحمل مسؤولياته. بعد كده اكتساب فرض ايه؟ قدراته خلاص ورعايتها وتعظيمها، يعني نكتشف قدرات الطالب ونعظم من هذه القدرات. بعد كده تنميه قدراته العقليه والابداعيه وخاصه مهارات الكريتيكال ثينكينج، تفكير الناقد وقدرات الابداعيه. بعد كده كسر حاجز الزمن والمكان، يعني يكون عنده قدره على انه يتوافق مع التغيرات المكانيه والزمنيه في المجتمع الذي يقابله. بعد كده ان يكون لديه او تساعده التربيه على توسيع الخيارات والفرص المتاحه امامه، بحيث ان يكون لديه مجموعه من المهارات التي تخليه عنده خيارات متسعه في مقابله سوق العمل. تمكين الفرد من الاختيار السليم الذي يحقق رفاهيته ظل مجتمع متماسك. تعزيز القدره على الحوار والنقاش، ويمكن دي احنا كثير منا بيفقدها، اللي هي القدره على تقبل اراء الاخرين والنقاش والوصول الى حلول وسط وحلول موضوعيه. تنميه القدره على الفهم والتفكير والتحليل والاستنباط، ودي من خلال القدره على التعامل مع المعلومات وتحليلها للوصول الى اتخاذ قرار، يبقى قادر على اتخاذ قرارات decision making. تعزيز القدره على التغيير والتطوير. تعزيز القدرة على المشاركة والعمل في فريق، حيث أصبح العمل الفردي ليس له مكان في هذا المجتمع وهذا الزمن. تنمية القدرة على التعلم واكتساب المعرفة وتوظيفها وتبادلها. أصبح اكتساب المعرفة ليس فقط دورنا اكتساب المعرفة، ولكن المهم أن إزاي نوظف هذه المعرفة ونتبادل المعرفة بيننا. أخيراً تنمية القدرة على البحث والاكتشاف والابتكار. ده دور التربية من أجل أن يكون هناك تنمية مستدامة. ومن ثم أصبح كل هذا فكرنا بيتحول من تعليم لفظي حرفي قايم على الحفظ والتلقين، قايم على التعليم بالكتاب، مجرد كتاب، التعليم بالمفهوم المحلي، الاعتماد على المناهج التقليدية، تخريج عمال وموظفين ليس لديهم المهارات التي تؤهلهم انهم يطوروا من انفسهم او يلاقوا خيارات اخرى في وظائف اخرى او مهن اخرى. وبالتالي التنميه المستدامه اللي احنا اتكلمنا عنها ومتطلبات القرن اللي احنا فيه اصبحت تتطلب نقله نوعيه اخرى تحولنا الى التعلم بالمعنى، على اكتساب الخبرات والقدرات والكفايات، على تعلم المهارات للمستقبل، على التعلم الالكتروني، على التعلم بالمفهوم العالمي والانفتاح على الثقافات العالميه، على التعلم بالمناهج والوسائط المتعدده، على التمكين على الابتكار والقدره على الابتكار. ومن ثم اصبح من الضروره ان يكون ادراج مهارات التوظيف في التعليم مهمه كبيره ولها هدف رئيسي، هو رفع مستوى التعليم للتركيز على الكفايات وتزويد المتعلم بالمهارات، ان يكون لديه مهارات على التخطيط، على القياده، على العمل الجماعي، على استخدام التكنولوجيا، على اداره الذات، على البحث، على التحليل. ولكن يقابله تحدي اللي هو ازاي نوفر هذا التعليم المتميز الذي يعطيه هذه المهارات، كيف نوفرها في مدارسنا بشكل متوازن ومتكافئ ويحقق تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين. تكافؤ الفرص ده بيظهر في ان يكون المتعلم مستعد للحفاظ على التعلم مدى الحياه، انه يخرج عنده قدره على التعلم مدى الحياه. ان يصقله بمهارات التوظيف، ان يديه بعد ما يكون عنده هذه المهارات واكتسب هذه المهارات ان يكون عنده فرص تعليميه لتنميه مهاراته. ومن ثم اصبحنا نتكلم عن التعلم للعمل. اصبحت مسؤوليه يشارك فيها المتعلم والمعلم، المؤسسه التعليميه، وحتى اصحاب الاعمال.
حتى يكون لدينا طلاب لديهم مهارات أو اكتسبوا مجموعة من المهارات التي تساعدهم على التوظيف والعمل. هنا نتكلم باختصار وبشكل واضح ما هي مهارات التوظيف الذي يمكن إدراجها في مناهجنا وتعليمنا وعملتي التعليم والتعلم التي تتم في مؤسسات التعليم خاصة التعليم قبل الجامعي. أول حاجة مهارات الاتصال، أن يكون المتعلم لديه قدرة على التواصل والاتصال مع الآخرين. مهارات العمل الجماعي، حيث أن أصبح نجاح العمل اليومي سواء في الحياة اليومية أو في العمل أو في الوظائف يقوم على قدرة الأفراد على العمل الجماعي في التيم وورك. مهارات حل المشكلات، القدرة على التحليل والاستنباط ومعرفة المشكلة ووضع الفروض ليها ووضع حل للمشكلات الآنية التي تواجهه في حياته اليومية وفي عمله. مهارة إدارة الذات وإدارة وقته وكيف يخطط لذاته وكيف يثابر على عمله وكيف يخطط له وكيف يحقق ما يريد. مهارات التعلم مدى الحياة، ليس التعلم بالتلقين وليس بالكتاب وليست بالشهادة، ولكن لازم يكون عنده مهارة أنه ينمي نفسه وأن ينمي من مهاراته سواء اكتمل تعليمه أنهى تعليمه وحصل على الشهادة أو لم يكتمل، حتى يواكب التطورات التي تحدث يوميا بل ساعة بعد ساعة في التطور في الحياة اليومية وفي المهارات التي تتطلبها الوظائف سواء في الصناعة أو التجارة. أصبح من المهارات الأساسية التي لا غنى عنها المهارات التقنية والإلكترونية، أن يكون عنده قدرة على استخدام الحاسب ووسائل الاتصال الحديثة. مهارات التخطيط والتنظيم، لسه كتير ده قدام، لسه قدام كده بترجع. مش مستكمل. لحين أكمل أوكي. لا هو في حاجة في البرزنتيشن مش كامل عندك أو حاجة حصلت. أوكي. لاستكمال مهارات التوظيف، أنا آسف طبعاً في مشكلة في العرض. إحنا كملنا قلنا لحد مهارات التخطيط والتنظيم. في برضو مهارات البحث، أن يكون لدى الطالب أن يكتسب مهارات البحث، مهارات ريادة المشروعات، مهارة القيادة، مهارات العرض، أن يكون لديه القدرة على العرض البيانات والمعلومات التي توصل إليها. طيب إزاي ندرج مهارات التوظيف في التعليم العام ومقررات التعليم ما قبل الجامعي؟ إيه الخطوات اللي احنا نسير فيها لحد ما نحقق هذا؟ أول حاجة أن تكون لدينا رؤية ماذا يحقق المتعلم بنهاية التعليم العام قبل الجامعي، بمعنى أن يكون لدينا وثيقة ومعايير توصف المتعلم وخصائص المتعلم الذي نريده أو ما نطلق عليه
معايير الخريج، معايير الخريج، وهذه الوثيقة هي التي تحدد لنا ما يدرس في المرحلة الابتدائية، المرحلة الإعدادية أو المتوسطة، المرحلة الثانوية، حتى يحقق هذه الرؤية الموضوعة مسبقا. ثاني خطوة بعد ما نحط معايير الخريج، بنحط تصميم المناهج بناء على هذه المهارات التي أدرجت والمعارف والمهارات التي أدرجت في هذه الوثيقة التي يطلق عليها معايير الخريج. ثالث خطوة بعد المناهج أن نحدد استراتيجيات التعليم والتعلم التي تواكب هذه المهارات حتى يستطيع أن يكتسبها المتعلم. رابع خطوة تقويم هذه المهارات. في الشنطة، في الشنطة. ايه هي المستويات؟ لو قلنا اول خطوة ما هي معايير الخريج التي نضعها حتى تكون هي المراية او هي الهدف التي نسعى ليه حتى يحقق المتعلم منذ التحاقه بالتعليم العام حتى انتهائه بالمرحلة الثانوية قبل التحاقه بالجامعة. لا ايه جوه جوه بعد لا تجيبها لحضرتك كده. انا مش هيبقى تبعت الشنطه، معلش معلش انا اسف ليكم يا جماعه، انا اسف جدا. ما هي معايير الخريج التي نبحث عنها او نضعها كمعايير تصبح الهدف التي اساسه نبني المناهج ونبني انشطه التعليم والتعلم وانشطه التقويم حتى يكتسبها الطالب بنهايه انتهاء مرحله التعليم العام؟ اول حاجه التعليم من اجل استدامه التعلم، يتعلم من اجل ان يتعلم، التعلم من أجل تحقيق الذات بالنسبة له، التعلم من أجل التعامل الكفء مع مجتمع المعرفة، التعلم من أجل التهيئة للعمل والقدرة على ريادة المشروعات، التعلم من أجل استيعاب الثقافة العلمية والتكنولوجية، التعلم من أجل المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان، التعلم من أجل المشاركة في تحقيق التنمية. دي تبقى المحددات الأساسية لوثيقة التي نضعها حتى يكون المتعلم الذي نصبه إليه بنهاية التعليم العام أن تكون الأسس التي تحققها مناهجنا بنهاية هذه المرحلة. ومن ثم تشمل برضو الوثيقة المجالات العامة التي تحقق هذه الأهداف العامة، التي تشمل بقى مهارات التفكير، المهارات الحياتية، ريادة المشروعات، التكنولوجيا المعلومات، القيم، الفنون، التنور، بالإضافة إلى الجانب المعرفي من علوم الرياضيات، خاصة الرياضيات والعلوم واللغات. هنا السؤال اللي احنا كلنا نطرحه، ماذا لو ما كانش فيه مهارات سوق العمل؟ هيؤدي الى ضعف الانتاجيه، الى ضعف قدرات مهارات التوظيف، الى اعباء اقتصاديه، وبالتالي التاثير على النمو الاقتصادي. ادراج مهارات زي ما قلنا تشمل معايير الخريج، تصميم المناهج، استراتيجيات التعليم والتعلم، التقويم. مستويات المعايير الخريج قد تشمل زي ما قلنا التعلم من اجل استدامه التعلم، من اجل غرس القيم الاخلاقيه، من اجل تحقيق الذات، من اجل التعامل الكفء بمجتمع المعرفه، التعلم من اجل التهيئه والقدره على رياده المشروعات، التعلم من اجل الثقافه العلميه والتكنولوجيه، التعلم من اجل المواطنه. طبعا دي منقوله عن وثيقه الهيئه القوميه لضمان جوده التعليم والاعتماد.
وزي ما قلنا الوثيقة عشان تحقيقها تشمل مجالات عامة اللي هي مهارات التفكير، المهارات الحياتية، ريادة المشروعات، المواطنة والتكنولوجيا، القيم، التنور العلمي، الإبداع، التنور البيئي. وتشمل المواد الأساسية من رياضة وعلوم ولغات ولغة عربية وهكذا. علشان ندرج مهارات، ايه الخطوات اللي احنا نعملها عشان ندرج مهارات التوظيف في مناهجنا؟ اول حاجه رسم خرائط المنهج بحيث تتضمن مهارات التوظيف. وهنا لازم نبقى عندنا مجموعه من المحددات واحنا بنحدد خريطه منهجنا. اول حاجه ايه هي مهارات التوظيف؟ ايه هو المحتوى الدراسي الذي يؤدي الى القابليه للتوظيف؟ ايه هي اساليب التدريس المناسبه عشان يكتسب هذه المهارات؟ ما هو التوزيع الطولي على مراحل السنوات لحتى يكتمل دراسته؟ ما هو التوصيل العرضي او موجود في نفس العام الدراسي؟ ماذا ملائمه مخرجات التعلم الليرنينج اوتكمز مع هذه المهارات؟ الخطوه الثانيه تصميم المناهج الدراسيه بحيث تشمل مهارات التوظيف. وهنا لازم نسال نفسنا مجموعه من التساؤلات. هل مناهجنا تعزز مهارات التوظيف فعلا ام تحتاج الى تغيير؟ هل ندرس المقرر الدراسي بطريقه تعزز القابليه للتوظيف؟ هل يتم تشجيع الطلبه على الاستفاده القصوى من مهارات مجموعات من العمل في مجموعه حتى يكتسب العمل الجماعي؟ هل نعطيه الفرصه لتقديم العروض وعرض البيانات حتى يكتسب مهارات الاتصال؟ هل ندهم الفرصة لموضوعات في حل المشكلات حتى يكتسب مهارات التخطيط والتنفيذ؟ بعد كده بنحدد الممارسات التي تؤكد فعالية إدراك مهارات التوظيف في المناهج. وده لازم يتم في اتجاهين، أول حاجة نشر الوعي، وتاني حاجة تصميم البرامج. ومشكلة نشر الوعي والثقافة دي المشكلة بقى اللي بتقابلنا في كل ما نتخطط له في كل عمليات تطوير التعليم. هي بتقف عندنا نشر الثقافة ونشر الوعي لا نخطط له كما يجب، كما نخطط للمناهج ونخطط للتقويم ونخطط للاعتماد ونخطط للجودة. الجانب الذي يحقق الوعي لدى جميع الأطراف المعنية من طلاب ومعلمين وأولياء أمور وجميع المستفيدين من العملية التعليمية، لا نخطط بجانب تخطيطنا للمناهج الجديدة وأساليب التقويم الجديدة وأساليب الجودة وكل ما نتحدث عنه وتطوير التعليم، لا نخطط لزيادة الوعي ونشر الثقافة بكل ما هو جديد كما يجب. بعد كده تصميم الأنشطة التي تصل في تنمية مهارات التوظيف، وبتشمل بقى مشروعات جماعية، أبحاث، جلسات نقاشية، سيمينارات. وبعد كده التطوير والتحديث المستمر للمناهج. وده لازم يتم من خلال التطوير التدريجي للقابليه للتوظف. يعني لازم نمشي في ادراج هذه مهارات التوظيف بشكل تدريجي في مناهجنا. ومن خلال مشاريع جماعيه ومن خلال انشطه تناسب سن الطالب من خلال الانشطه الصفيه واللا صفيه. ولازم يبقى في شراكه مع جهات العمل والصناعه. ومن ثم تظهر مهارات التوظيف، تقويم مهارات التوظيف من خلال المهارات اللي اتعلمها من خلال العمل واستراتيجيات تقويم بشكل واضح لكل مهارة. لازم يكون حتى ندرك إلى أي مدى اكتسب كل طالب هذه المهارات. لو ضربنا شوية أمثلة إزاي نربط ما بين مهارة التوظيف وطرق التدريس وأساليب التقويم في عمليات التعليم والتعلم. لو خدنا مثلا مهارة الاتصال، هنقول مثلا هنكلف الطلاب بعروض علمية في حيز مقرر الدراسي. طب نقوم ازاي المهارة دي عند الطالب؟ من خلال وضوح الاتصال، ملائمة المعلومات، التقنيات البصرية المستخدمة. طيب مهارة العمل الجماعي،
ازاي ننفذها؟ من خلال مجموعه من المشاريع، الانشطه، دائمات الفريق والادوار وتبادل الادوار. طب نقوم المهاره ازاي؟ من خلال عمل المجموعات تشمل العلاقه بالافراد، وازاي توافقوا وازاي حلوا الصراع والتضارب في افكارهم من خلال العمل في مجموعات. طيب ناخد مهاره تكنولوجيا المعلومات من خلال تدريب الطلاب على استخدام الحاسب في الكتابه، جداول البيانات، عمليات التحليل البسيطه، ويبقى التقويم من خلال معرفه مدى فهم الطلاب لهذه البرمجيات البسيطه. وتيجي بقى اهم نقطه او اهم مكون من مكونات مهارات التوظيف، هو ادراج رياده الاعمال في التعليم. ازاي ننمي فكر رياده الاعمال وانشاء المشروعات الصغيره والاعمال التجاريه لدى الطلاب، لانها بتساعد على انه بتنمي عنده القدره على التفاوض، القدره على القياده، القدره على العمل الجماعي، القدره على الاقناع، القدره على اداره الوقت والتخطيط. كل هذه المهارات ممكن يكتسبها ولها فوائدها من خلال ادراج رياده الاعمال. وده يتم عن طريق ثلاث نقاط. اول حاجه نحط اطار عريض، زي ما احنا اتفقنا عندنا وثيقه خريج وعندنا مناهج، نحط الاطار العريض المستهدف من رياده الاعمال، عايزين ننمي ايه عنده وفقا لمتطلبات الاقتصاد الوطني ومتطلبات التوظيف. نحط ما هو الاطار المستهدف من رياده الاعمال، ونحط خطه متكامله لنشر ثقافه التوظيف، لان احنا حتى خصوصا المجتمعات العربيه بتاعتنا واولنا في مصر، الطالب بيخرج على انه موجه للوظيفه الحكوميه، ليس عليه الفكر ولا الوعي، ليس لديه ولا الولي امره ولا لاسرته ان هو ممكن يكون عنده بدائل اخرى او ينشئ عمل خاص به او يشتغل في عمل تجاري خارج العمل الحكومي. ودي بتحتاج زي ما قلت لحضراتكم العمل والتخطيط الاستراتيجي القوي لنشر ثقافه هذا التطوير وهذه المتطلبات المستقبليه للمجتمعات. لو ضربنا مثل بسيط، ازاي تبقى فيه رياده اعمال في المرحله الابتدائيه على سبيل المثال؟ ده بيبقى من خلال مجموعه من الاعمال، انشطه التعليم او ما نسميه التعلم النشط. تشمل انشطه التعلم النشط مجموعه من المشاريع، من خلال اللعب، من خلال مسميات محليه، من خلال ندوات، من خلال زيارات، من خلال مشروعات صغيره بيشارك فيها الطفل، من خلال مجموعه الانشطه داخل المدرسه زي ما بنشوفها عندنا، بيبقى مثلا نشاط صناعي وتجاري وزراعي، انشطه اقتصاد منزلي، انشطه من هذا القبيل بتنمي عنده فكره من خلال التعلم النشط فكره رياده الاعمال. طيب لو رحنا للمرحله الاعداديه او الثانويه، ده من خلال ايه؟ ممكن عن طريق تشجيع مؤسسات ثانوية الصغر، تدريبهم على انشاء الاعمال في مدارس، او زياره المدارس التقنيه لو هي مدارس تعليم عام، يزور مدارس التقنيه، المدارس الفنيه الصناعيه، يزورها، يعمل مشروعات متبادله معاهم. ممكن نستغل هذه المدارس في انشاء، في ادراج مشروعات داخل الانشطه الصفيه ولا صفيه، مشروعات صغيره يدروها طوال العام، وان يقيم هذا النشاط وان يكون له تقييم داخل المدارس الإعدادية والثانوية. أعطي فرصة للأسئلة دكتور. أوكي، حقفل خالص. دي أهم خطوة فينا، اللي هي إزاي استكشاف المهارات المطلوبة لسوق العمل، وده لازم يبقى مشاركة ما بين التعليم وبين أصحاب الأعمال، ما بين المجتمع المحلي. نحدد الفجوة في المهارات المتوفرة لقوى العمل، نرسل الاتجاهات والمؤشرات المستقبلية، نحلل النتائج، نضع الخطط، ثم نضع التنفيذ. وشكرا لحضراتكم. يمكن أكتر مثل بيظهر في مسألة إدراك مهارات التوظيف وريادة الأعمال، أنا بشوفه بشكل واضح جدا
في تجربة عندنا في مصر اللي هي مدارس العلوم والتكنولوجيا STEM، واعتقد ان هذا النموذج موجود في الولايات المتحدة، انا ما اعرفش هو موجود فين في بعض الدول الاجنبية الاخرى، احنا ناقلينه عن الولايات المتحدة اللي هي مدارس العلوم والتكنولوجيا STEM STEM اختصارها STEM. هذه المدارس يلتحق بها الطلاب بعد انتهاء المرحلة الاعدادية، من اختار الطلاب المتفوقين في المرحلة الاعدادية الحاصلين على الدرجات النهائية في الرياضيات والعلوم واللغة الانجليزية، ثم يطبق عليهم اختبار استعداد ريدنس في قدرات العقلية والابتكار والرياضيات والعلوم واللغة العربية، وبيختار مجموعة صغيرة منها جدا وبيدرس 3 سنوات يبقى ساعات بيتعلم فيها فعلا مهارات التكنولوجيا، الاتصال، التعلم غير النمطي عن طريق التعلم القائم على المشروعات والتقويم القائم على المشروعات، بيطلع خريج فعلا عنده مهارات توظيف عالية جدا، وبيقدر يلتحق بالجامعات على أعلى مستوى ويلتحق بسوق العمل بعد كده، بيبقى عنده قدرة على سوق العمل بمهارات عالية جدا. أعتقد أن هذا النموذج يمكن أقرب النماذج مطبق فيها إدراج مهارات التوظيف وريادة الأعمال، وشكرا لحضراتكم. شكرا للدكتور هشام الحسيني على ما قدم في هذه الورقة حول إدارة مهارات التوظيف وريادة الأعمال في التعليم. ناخذ أسئلة من الإخوة ثم أسئلة من الأخوات. يا ريت يكون السؤال مختصر بصوت واضح. السلام عليكم. وائل محمد قاسم، دبلوم دراسات عليا في تكنولوجيا التعليم، أعمل في شركة المدارس العربية الأهلية بالملازم. الشكر للدكتور هشام على ما قدمه من أطروحة، لكن حضرتك اتكلمت عن المعايير ومهارات التوظيف. بعض المهارات اللي حضرتك ذكرتها ممكن للطالب أو الخريج إن هو يدرسها بشكل قشوري وسطحي أثناء المراحل الدراسية. معظم المهارات الأساسية من اللي حضرتك ذكرتها لا يتم وضعها في المناهج الدراسية. ومن الملاحظ إن عند تغيير المناهج لا يتم وضع آلية معينة للخريجين لتدريسهم أو تدريبهم على هذه المهارات. السؤال: لماذا لا يتم مراعاة المهارات التي يتم تدريسها للخريجين قبل تغيير المناهج قبل التغيير المتواتر للمناهج، ووضع آلية لتدريس الخريجين عليها قبل عملية وضع المنهج الجديد؟ شكرا. شكرا. ناخذ سؤال من الأخوات ونرجع للإجابة على السؤال. السلام عليكم. سلام. أكرر شكري للمنظمين والتنظيم الفخم والرائع وتنظيم الزميلات في القاعة النسائية. بحكم حضرتك متخصص مناهج، هل ترى من العدل تقويم الطلاب بخبرات ومهارات لم يتدربوا عليها في المنهج؟ وإلى أي مدى ممكن رينج في السنوات ممكن أنا أضمن هذه المهارات، سواء المهارات اللي هي التوظيف أو مهارات القرن 21 اللي أعتقد مشروع تطوير في السعودية شغال عليها، مشروع 1 ومشروع 2، وهل ورأيك في أهمية تقويم التجارب السابقة في المملكة العربية السعودية، لأن هناك مشاريع للأسف يا أما لم تكتمل أو لم تقيم ولم نأخذ النتائج حقتها، فإلى أي مدى سينجح هذا المشروع الحلم الذي تقوم به مشكورة جميع هيئة التقويم للمملكة العربية السعودية؟ هو فعل حلم لنا كأمهات وكمعلمين وحلم لأبنائنا للمستقبل. شكرا. بحيث نبغى من ساعتك أو من أي من الحضور الخلطة السريعة لنجاح هذا المشروع الحلم. شكرا. شكرا. شكرا لحضرتك. تفضل دكتور. خلي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا إحساسي هم السؤالين مرتبطين ببعض بشكل كبير. هي يعني محتوى السؤالين بيتكلم ازاي المهارات دي تبقى موجوده في المناهج بشكل قوي وبالتالي اقدر اقيم الطلاب عليها، وفي نفس الوقت المهارات دي تكون مقابله لمهارات القرن 21 او مهارات ما تتطلبه في هذه الالفيه. اعتقد ان هي مساله نظاميه مش اكتر، يعني ان احنا نحتاج في اعداد مناهجنا ان يكون
كل الأطراف المعنية موجودة في إعداد المناهج. وزي ما قلت لحضراتكم ده يستلزم الاهتمام، ويعني أنا مش متحيز للتجربة المصرية، لكن الاهتمام بما يطلق عليه وثيقة الخريج أو وثيقة معايير الخريج، إن احنا نقعد كلنا كأطراف معنية مهتمين بالتعليم، بالسياسة، بالاقتصاد، برجال الأعمال، بكل مكونات المجتمع، ونضع مواصفات ما نريد أن يكون الطالب بعد انتهاء مرحلة التعليم قبل الجامعي، ما هي مواصفات هذا الطالب معرفيا ومهاريا و يعني معرفة والمهارة والكفاءة التي نريدها، وبالتالي تصمم المناهج، وبالتالي يكون أي تطوير أو تعديل للمناهج قائم على هذه الوثيقة، وبالتالي نقدر نقيم الطلاب في إطار هذه المهارات. لكن زي ما أخت الفضيلة سألت، إدراج المهارات ده ممكن يتم من الصف الأول ابتدائي، ويمكن من المراحل ما قبل ابتدائي لحد انتهاء التعليم الثانوي، كل وفقا للمستوى الذي يدرس له. يعني الطالب المرحلة الأولى للصف الأول ابتدائي يمكن أن نعلمه مهارات التخطيط وإدارة الوقت على مستواه وعلى سنه، غير الطالب مثلا في مرحلة الثالث الثانوي، لكن هي يمكن إدراجها بشكل تدريجي طولي وعرضي من أول الصف الابتدائي حتى نهايته. هي الفكرة في الآخر اللي احنا بنقول عليه كيف نعمل تيم وورك كلنا كأطراف معنية في إعداد المناهج والتقويم وإلى ذلك. شكرا. شكرا دكتور. ناخذ السلام من الإخوة. السلام عليكم. السلام. يا ليت يكون السؤال واحد ومختصر، تفضل. حاضر ان شاء الله. دكتور ايمن عشر، استاذ مساعد قسم الهندسه الطبيه جامعه الملك سعود. حضرتك التوظيف او التوظيف من اجل المهارات من اجل التوظيف. في الحاله دي احنا عندنا السوق دايما ديناميك مش ستاتيك. ولما نيجي نحط الخطه الدراسيه بنحط فيها ليرنينج اوت كومز لفتره مثلا 4 سنين او 5 سنين. احتمال خريج اللي يطلع ده بعد 4 سنين أو 5 سنين مش هيلاقي الوظيفة اللي انت قعدته عليها في الليرنج اوت كامز، فهتعمل ايه في الحالة دي؟ فانت بتطلع خريج غير مناسب لسوق العمل. شكرا. شكرا. سؤال من الأخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتورة حياة العمري من جامعة الطيبة. أنا أود أن أثني على فكرة الدكتور في موضوع دمج المهارات أو إدراجها ضمن المقررات، وأنقل لكم تجربة الجامعية في عمل كتاب خاص ومقرر يدرس للطلبة باسم حياة مهارات الحياة الجامعية، وفي جميع هذه المهارات التي ذكرتها دكتور لاتصال عمل جماعي وخلافه. الحقيقة لما عملنا دراسة عليها وجدنا أن الطلاب بيطبقوها بشكل مقتضب جداً، لكن عملية دمجها في التعليم العام إلى أن يصل الطالب إلى المرحلة الجامعية ستكون أبقى أثراً، لأن الطالب سيكون متدرب على توظيفها وليس على دراستها فقط لأداء اختبار فيها في نهاية الفصل الدراسي أو في نهاية العام الدراسي. فنعم عملية التوظيف هنا مهمة. ممكن تكون التوظيف زي ما هو موجود الآن عندنا في المناهج عن طريق اختلاف عمليات طريقة التدريس وأساليب التقييم المستخدمة من قبل المعلم. شكرا. فنعم للتوظيف وليس لإفرادها بالتدريس. وشكرا. شكرا. تفضل دكتور في دقيقة. شكرا لحضرتك. أنا بس عايز أوضح الأخ الزميل إن إحنا بنتكلم على سكيلز، على مهارات، مهارات وليس نواتج معرفية فقط. أنا لما أكسب الطالب، هو صحيح نواتج مرتبطة بتبقى محدودة وبيحصل تغيرات معرفية كبيرة في سوق العمل، لكن أنا هي الفكرة في إيه؟ يعني إيه ندرج ريادة الأعمال ويعني إيه ندرج مهارات التوظيف؟ إن أنت بتنمي لدى الطالب مجموعة من المهارات التي تساعده على هذا التوافق مع المجتمع إذا حصل تغيير. يعني لو هو حصل إن هو تخرج بوظيفة وتعين بوظيفة، إذا كان عنده لديه القدرة على التعلم واكتساب المعرفة والتكنولوجيا والمرونة وإدارة الوقت وإدارة الذات وكل هذه المهارات اللي اتكلمنا عنها، نقدر بسهولة يبقى عنده قابلية للتدريب التحويلي أو إنه يحول من وظيفة إلى أخرى. فبالتالي السكيلز دي هي اللي هتساعده على المرونة اللي حضرتك متخوف منها. لو هي أدرجت بشكل جيد وأصبح الطالب الخريج لديه هذه المهارات العقلية والقدرة عليها، هيقدر يتوافق مع تغيرات المجتمع وتغيرات سوق العمل.
انا طبعا بشكر الاخت لاهتمامها، وفي طبعا في طبعا في افكار كتير حتى في التعليم العام ان يبقى ممكن من ضمن الافكار ان يبقى في بالاضافه الى دمج هذه المهارات في المناهج الدراسيه ان يكون في مقررات اختياريه او مقررات اضافيه تزيد او تساعد على ادراج هذه المهارات او اكتساب هذه المهارات وخاصه رياده الاعمال. شكرا لحضرتك. شكرا للدكتور هشام الحسيني على ما قدم من ورقة حول إدراج مهارات التوظيف وريادة الأعمال في التعليم. شكرا لكم أنتم لطيب متابعتكم لهذه الورقة. شكرا للدكتور.